قامت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتنسيق جهود الدعم الإنساني والإغاثي للمدنيين في قطاع غزة. في الأثناء تواصل معبر رفح إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما يواصل مطار العريش الدولي استقبال المساعدات. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب من العريش. نعم، تحياتي لكم. في البداية بالفعل يعني أرحب بكم مجددا من مدينة العريش. يمكن الحدث الأبرز اليوم هي الزيارة التي قامت بها رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر كيت فوربس في أول زيارة لها في منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت من هنا من مصر. الزيارة هي بدأت من مطار العريش، ثم بعد ذلك انطلقت لتفقد المركز اللوجستي للخدمات الخاصة بالهلال الأحمر، وهناك يعني تم اطلاعها بشكل كبير على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري في يعني في جمع المساعدات وتلقي المساعدات من جميع المنافذ التي تأتي لمصر، سواء كانت يعني برية أو بحرية أو جوية. ثم بعد ذلك انطلقت لميناء إلى معبر رفح البري، وهناك يعني انطلقت بعدها إلى قطاع غزة في زيارة استغرقت حوالي 4 ساعات لدعم جهود والتنسيق لإنفاذ المساعدات المتعلقة من معبر رفح من الناحية الفلسطينية إلى قطاع غزة. هي زيارة في غاية الأهمية، وزيارة تكتسب أهمية كبرى، خاصة أننا نتحدث عن 4 شهور من الحصار، من حصار القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمدنيين في قطاع غزة. وأيضا نتحدث عن أهمية كبرى في هذا الوقت، وبالتحديد يعني في الوقت الذي يعني علقت فيه منظمة الأونروا عملها داخل قطاع غزة، وهذه المنظمة الإنسانية الكبيرة والإغاثية الكبيرة التي يتنفس من خلالها حوالي أكثر من 2 مليون فلسطيني. نعم، متنوعة ما بين طبعا يعني توفير ملاجئ ومخيمات ومواد غذائية وغيرها. على الصعيد الآخر بالفعل يعني معبر رفح اليوم يعني استمر في فتحه لدخول المساعدات والشاحنات لقطاع غزة، وذلك عن طريق معبري كرم أبو سالم ومعبر العوجة. بالفعل يعني هناك أكثر من 83 شاحنة تم دخولهم اليوم، عبروا معبر رفح متجهين إلى طبعا إلى قطاع غزة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش والإجراءات الأمنية التي يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. يمكن هذا هو المشهد يعني في محافظة شمال سيناء. تفضل. شكرا جزيلا لك محمد الخطيب مراسل التلفزيون من العريش. شكرا جزيلا لك.